من أمام المشفى الوطني في مدينة السويداء جنوبية سوريا، نظم أبناء جبل العرب مظاهرة شعبية أحيوا خلالها ذكرى التفجير الدموي عام 2015 الذي راح ضحيته العشرات في مجزرة قد تكون الأكبر في المحافظة خلال الحرب. كما استذكروا استهداف مؤسس حركة رجال الكرامة الشيخ وحيد البلعوس وعيد الشهداء المصادف للسادس من أيار مايو. المتظاهرون السلميون حملوا صور ذويهم ممن قضوا في التفجير ووضعوا أكاليل من الورد في مكان الانفجار، مؤكدين على ضرورة وحدة الشعب السوري وتكاتفه ومساندة حراك السويداء السلمي المتواصل منذ آب أغسطس العام الفائت. اليوم نحيي ذكرى وفاة الشهداء استشهادهم على يد عصابة مجرمة قامت بزرع عبوة ناسفة من أمام هذا المشفى هنا بهذا المكان. سيارة مفخخة أدت إلى استشهاد أكثر من 50 شخص من خيرة شباب المحافظة. المتظاهرون وبعد أحياء تلك الذكريات الأليمة انتقلوا إلى ساحة الكرامة وسط المدينة لاستكمال احتجاجاتهم المناهضة للسلطة الحاكمة في سوريا والتي حملها المحتجون الأزمات كافة التي وصلت إليها البلاد في الوقت الراهن. طبعاً لازال أحرار السويداء مصرين على الانتقال السياسي السلمي للسلطة وتطبيق القرار الدولي 2254، مصرين بسلميتهم. المحتجون جددوا مطالبهم برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتحقيق الانتقال السياسي للسلطة وفق القرار الأممي 2254، مؤكدين استمرار هذه الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب كافة. حراكنا السلمي مستمر، واليوم كانت المناسبة عيد الشهداء، كانت الوقفة عند المشفى الوطني للتذكير بالتفجير الغادر اللي أودى بحياة 50 إلى 60 شهيد غير المصابين، التفجير اللي قام فيها النظام الغادر. وشكل الحراك الشعبي المندلع في السويداء منذ ما يربو على 8 أشهر أحدث صورة لحراك الشعب السوري عام 2011 الذي حمل ذات المطالب قبل أن تتسارع الأحداث نحو التسلح وبداية أعنف صراع في البلاد. الخاين اللي بالقصر واسمه بشار، الخاين بشار.